وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني، رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني، اقرأ وارتقب القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وكل عام أنتم بخير بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات والنصر للإسلام وللمسلمين. قولوا آمين. آمين. مع حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي، ما زلنا بفضل الله تعالى في الجزء 26، وورد اليوم من سورة الحجرات من الآية الأولى إلى الآية الثامنة. افتحوا المصاحف ونتعرف على ضيفي في الاستوديو. ضيفنا الأول الشيخ أحمد النقرودي، أهلا بك شيخ أحمد. أهلا وسهلا سيدنا الشيخ، بارك الله فيكم. منورتنا قبل كده شيخ أحمد، بارك الله فيكم، ومنورنا اليوم، وأنت منور دينا كلنا سيدنا الشيخ، بارك الله فيكم. ضيفنا الثاني بيشرفنا الأول مرة الشيخ حسين العربي، منورنا يا شيخنا. أهلا بك شيخ. العربي الله يبارك. نعم بقل معرب. نعم. بقل نعم. بارك نعم. الله فيك شيخ، ربنا يحفظك، منور قناة الرحمة أنت والشيخ أحمد. ونبدأ الورد على طول، ويبدأ الشيخ أحمد نقودي من بداية سورة الحجرات إلى الآية الثامنة، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا أن
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. بارك الله فيك شيخ أحمد ما شاء الله. قبل ما يبدأ شيخ حسين بس يعني أنا حابب أننا نعزي في أهلينا اللي ماتوا في غزة، نعزي إخواننا وأهلينا في غزة في موتاهم في شهدائهم، أسأل الله أن يقبلهم من الشهداء، أسأل الله أن يقبل من ماتوا من الشهداء. الشيخ حسين على فكرة هو أصلا داعية إسلامي ومجهز برواية حفص على ما أعلم، صح شيخ حسين؟ طيب لحضرتك قبل ما تبدأ قراءة توجه كلمة لأهلينا في غزة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسرت صفية بنت حيي بن أخطب كلمها عن الإسلام فقالت أنا مؤمنة يا رسول الله، قال كيف ذلك؟ قالت لقد سمعت أبي وعمي ياسر بن أخطب وحيي بن أخطب لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة جاءوا وسألوه أسئلة، فلما علموا أنه النبي قال ياسر لحيي أهو هو؟ قال هو. قال أهو والله هو؟ قال والله هو. قال وما تفعل؟ قال العداوة ما بقيت، العداوة ما بقيت، والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني في وقت كده بس قصير، لن في اللغة العربية بتنفي وقوع الفعل المضارع في المستقبل إلا بقرينة، والله يعبر بهذا الإعجاز القرآني لأن القرآن معجز، ويقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وحتى هنا كما قال أهل اللغة تأتي على وجهين، بمعنى إلى وبمعنى كي، وهنا ينتهي الأمر بالمسلم إلى شيء واحد، إما أن يؤمن بالله جل وعلا وإما أن ينتهي به أن يتبع هؤلاء. والله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال عن علماء اليهود أيضا في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم هؤلاء هم اليهود، يعلمون الحق ويعلمون أنهم على الباطل، ولذلك لا ينبغي علينا أن نحزن، لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. أكتفي بهذا القدر. بارك يعني الله فيك ما شاء الله عليك. يعني يا نعم. حسين دي يعني رسالة واضحة من الله جل في علاه،
ألا نأمن اليهود، وداد أبوهم يعني أسأل الله أن ينتقم منهم، أسأل الله أن ينتقم منهم، أسأل الله أن ينتقم منهم. وقالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست على شيء، وهم يتلون الكتاب. هم يعني يتهمون بعضهم أن كل منهم ليس على شيء. والله سبحانه وتعالى يعني قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يلا شيخ حسين نسمع بقى القراءة. طب بس لو أختم بكلمة صغيرة خالص اللي هي إيه، لا تقوم الساعة حتى يقاتل اليهود المسلمين. نعم. وهنا جاءت مفعول به المسلمين، لأنهم يبدأون القتال. نعم. بالرفع، لا تقوم الساعة حتى يقاتل اليهود المسلمين. المسلمين. نعم. فهم يبدأون القتال معنا. وطبعا ربنا يقول فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هذه مسألة سنة شاءها الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا. نسمع بقى القراءة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون. ولو أن ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. بارك الله فيك شيخ حسين. معنا اتصال. يعني نعلق الأول قبل الاتصال. طيب ماشي، مش مشاكل. صلوا على النبي. اللهم صل عليه. ايه ده، مش بتصلوا على النبي؟ ما انا بكلمش ضيوفي بس، ولا بكلم اخواننا ورا الكاميرات، انا بكلم كل مشاهدي الكرام. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله ما تنفعش، واتقوا الله ما تنفعش، واتقوا الله تنفع. يعني ما خليش القاف كالكاف عشان أرقق التاء، ولا خلي التاء كالطاء عشان أفخم القاف. واتقوا ما تنفعش، ولا وإيه واتقوا ما تنفعش. إن الله سميع عليم. إن دي ما تنفعش كده، عملنا إيه شيخ حسين؟ نعم. عملنا كوبري كده. نعم. هذا ليس في غنة. أحسنت. إحنا كده عملنا يا زائدة. نعم. إن الذين، إحنا ما عندناش كباري في القرآن ولا إنفاق. نعم. إن لا ما تنفعش خالص. ينفقون
ما عندناش الكلام ده خالص. اوعى تستعدي بغنة للغنة بحرف مد زائد من حركة ما قبل الغنة. يبقى ايه؟ إن أيوة كده، إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا، لا ترفعوا، ما تنفعش ترقيق والتفخيم دوت. احنا قلنا قبل كده ان هو سهل جدا، تخليص بهية الايه؟ الشفتين. ترفعوا، ترفعوا. ولما يبقى عندنا مشكلة نعمل ايه؟ نجيب كل حرف لوحده، التاء تاء، الراء را، يبقى ايه؟ الراء ساكنة هنا، تر وبعدين اخش على الحرف اللي بعد كده، تر ف. يبقى انا هيئة الشفتين دي بتساعدني على ان انا اتخلص او اخلص المفخم من المرقق والمرقق من المفخم. معنا اتصال؟ حاجة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجة فاطمة. الله يخليك، حياك الملك أنت وضيفيك الكريمين. حياكم الله. هقرأ واحدة واحدة عشان النفس شوية تعب. براحتك خالص إن شاء الله حاجة فاطمة. الله يخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط. بس خد بالك بقى حاجة فاطمة، تمشي كويس قوي، بس لبعض لا، نخلص الباء، لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما شاء الله عليك حاجة فاطمة، ما شاء الله قراءتك طيبة، ربنا يحفظك. بارك الله فيك، ما شاء الله الحاجة. أنتوا طبعا دوركم لسه ما انتهاش. طب ماشي، لسه هتتسألوا. حاضر. ويوم مش امتحان ولا حاجة، مش هنقول امتحان يعني. معانا أم إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شيخنا. أنا ما عنديش تلفزيون ومفيش عارفة سورة إيه والآية كام. إحنا في سورة الحجرات. الإيه؟ في سورة الحجرات. الحجرات. ما قالوا لنا سورة النمل ليه؟ مين اللي قالك النمل بس؟ الصفحة كام لو سمحت بسبب. طب ايه؟ صفحة كام والنبل؟ لا صفحة. طب اقرأي ما تشائين، يعني افتح المصحف كده واقرأي ايه ما تشائين. انا سورة النمل فتحها. طيب خلاص اقرأي من سورة النمل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. مش نوع عندنا نوع عليها شدة. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بارك الله فيك أم إبراهيم، ما شاء الله عليكي. الله يخليك ويبارك. شكرا. ربنا يحفظك وبتجتهدي ما شاء الله عليك يعني. معنا الأستاذة هبة من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أقرأ منين يا شيخ؟ من الآية الثالثة إن شاء الله. من إن الذين. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. بس خد بالك يا أستاذة هبة. أصواتهم. أيوة. عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قلوبهم مغفرة. أستاذ هبة. نعم. قلوبهم للتقوى،
لهم مغفرة وأجر. لهم مغفرة. لهم مغفرة. لا خدي بالك أنت بتقولي مغفرة، يبقى إحنا كده قلبنا الغين إلى خاء. لهم مغفرة. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أه أكثرهم. أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. إليهم. إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بارك الله فيك يا زهبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال يا شباب. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة أم أحمد ورضوان شيخنا الجليل. أهلا بيك حاجة أم أحمد. بارك الله فيك وفيكم الله بارك وفي ضيفيك الكريمين وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير أم أحمد، ربنا يحفظك. الله يبارك فيك يا رب. لا تنسي بقى إخواننا وأهلينا في غزة من الدعاء، ربنا معاهم. أنتم يا رب مشاهدين الكرام. ينصرهم على من يعاديهم يا آمين رب. آمين آمين يا رب. آمين. هقرأ برواية خلف عن حمزة إن شاء الله. طيب اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا. مدي بقى لا مدي المفاصل بقى ستة. نعم. فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم إيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. ما شاء الله عليكم أحمد. الله يبارك فيكم. بارك الله فيك عليكم. ربنا يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أشرف؟ أهلا بيك يا حاج عطيات. الله يخليك يا شيخ أشرف. أخبارك إيه؟ أنا وأنت طيبين كده. وأنت طيب. أنا باخد صب الشبه. الله يخليك. أهلا بحضرتك. الله يخليك يا شيخ أشرف. أقرأ إن شاء الله. ابدأي إن شاء الله من أول ورد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقوموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا. لا تقدموا. خدي بالك. أيوه. لا تقدموا. أيوه. أيوه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله. مش بين مفيش ألف. حاضر. بين يدي الله. لا لسه بتعمليها. صلى على النبي حاجة عطية عليه الصلاة والسلام عشان ما نزعلش من بعض بقى. حاضر. يلا. بين يدي الله ورسوله. لا بين إيه؟ يدي الله ورسوله. يدي ولا يدي يدي الله؟ بين يدي الله. تلخبطيني والله هتنسيني. بين يدي الله ورسوله. بين يدي الله ورسوله. بين يدي الله. بين يدي الله. مش يدي. بص بصي. يدي الله ورسوله. يدي الله. لا صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. قولي معايا كده. يدي. يدي. لا. يدي. 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 لا. يدا. 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 يدي. يدي. لا لا صل على النبي بقى. يدي. أيوة كده. يدي الله. يدي الله ورسوله. لا صل على النبي. أصلا مش هسيبك لما تجيبها صح إن شاء الله.
صح كده؟ طيب صل على النبي. صل على النبي تاني. صل عليك يا نبي. بين يدي الله ورسوله. بين يدي الله ورسوله. طب نجيبها حته حته بقى. بين يدا. بين يدا. بين يدا. بين يدا. بين يدي ال. بين يدي. بين يدي ال. طب كملي بقى. بين يدي الله ورسوله. ما انا مش عايزك بصراحه تعديها يعني. طيب قول لها يا اخي شرف لو سمحت ممكن اقول يا دا ما هي ما احنا بنعمل كده بين يا يا دا يا دا يا دا بين يدي الله. طب تجيب حته حته. طب قولي معايا كده. قولي ورايا يا دا يا دا يا دا يا دا ايوه كده يا دا يا دا يا دا لا يا دا يا دا يا دا يا دا يا دا يا دا هاتيها بقى كده صح. بين يدي الله ورسوله. خلاص شلنا القديمه وحطينا الجديده خلاص. واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا. بس عايزين النبي فيها نون مشدده. النبي ان يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض بعضكم لبعض بعضكم لبعض أن لبعض أن لبعض أن تحبط لبعض لا معلش ما فيش عندنا إظهار هنا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. أنت مستعجلة ليه؟ مستعجلة ليه حاجة عطيات؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هاتيها بقى براحة كده كده وخدي بالك بالتشكيل يلا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض بعضكم لبعض بعضكم لبعض بعضكم لبعض أيوة؟ أن تحبط أعمالكم تحبط أن تحبط أعمالكم وأنتم لا أعمالكم بقى أعمالكم أيوة كده أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما شاء الله عليك النهاردة بارك الله فيك حاجة عطية. معلش أكمل اللي بعد. طيب كملي حاضر. إن الذين يخضون أصواتهم عند رسول الله عند رسول الله أولئك الذين أولئك الذين امتحن الله قلوبهم قلوبهم امتحن الله قلوبهم 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 للتقوى تمام لهم مغفرة وأجر عظيم. بارك الله فيك حاجة عطيات ربنا يحفظك. وعايز حاجة تزور علينا كده. احنا الغرض من البرنامج هو التعليم يعني الأصل عندنا هو التعليم فيبقى في صبر كده ان شاء الله. ما شاء الله عليكي استجابتك عاليه جدا ويعني ربنا يحفظك. اخونا متولي السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ اشرف؟ في نعم والله يا شيخ متولي الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين ومرحبا بضيفيك الكريمين. الله يحفظك. نقرأ من اين؟ اقرأ بقى من ان الذين ينادونك. حاضر يا مولانا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. تمام. حاضر. ناخذها ورش ان شاء الله. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا أن
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. بارك الله فيك شيخ متولي. معذرة عشان البرد بس والله. أمال لو فيش برد كنت عملت فينا إيه يا شيخ متولي؟ ما شاء الله شفاك الله وعافاك. أسأل الله أن يشفيك شفاء عاجلا غير آجلا أنت ومرضى المسلمين. ناخد نتصلى ونرجع بقى لضيوفنا كده نشوفهم صحيين معانا ولا لا يعني. أخونا هاني من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الحبيب؟ أهلا بيك يا أخ هاني. ازي حضرتك عامل إيه يا شيخ أصلا؟ في نعم والله والحمد لله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. إن شاء الله. ابدأ. ادفع يا شيخ أصلا إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي صلى الله عليه وسلم. احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان عايزين حروف المفخمة محتاجة شوية فيتامينات. تمام ماشي. لا تقدموا لا تقدموا ايوه بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم لا خد بالك صلى على النبي لا ترفعوا أصواتكم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اسمعني بس فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بارك الله فيك شخاني وعلى جهدك ربنا يبارك فيك الله يكرمك يا أشرف الله يبارك فيك الله يكرمك يا حبيبي وربنا يعلمنا وإياكم. أرجع بقى لضيفي شيخ أحمد ايه الاخطاء اللي سمعتها؟ والله هو يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التفخيم والترقيق بعض من الناس اللي بتقرا يعني ما بيقسمش الحروف الى يعني اولا الحروف الهجاء كلها تقسم الى ثلاثه اقسام. انت هتشرح بقى درس كده يا شيخ ما عشان توضيح يعني هنعرج على قسم واحد اللي هو الحروف اللي تفخم دائما. طيب تمام يبقى عندنا حروف تفخم قولا واحدا. قولا واحدا مجموعة في قولية خص ضغط قيف. تمام. الخاء والصاد والضاد والغين أو الغين والطاء والقاف والضاء. تمام. والحروف ده هي لازم يعني لما يقرأ القارئ إذا زي مثلا قولية تعالى لا ترفعوا أصواتكم. الصاد يعني مثلا ما نقولش أصواتكم. دي سين. نخليها سين. فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. كذلك الضاد. فلا بد اذا اتى اي حرف من هذه الحروف لابد يكون فيه تفخيم. لازم تكون ايه تخينه كده شويه ومفخمه ومغلظه. تمام ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك شيخ. شيخ حسين اتفضل. شيخ هو الاخطاء الشائعه بالنسبه لل اولا موضوع الخوف والرهبه ده يعني ممكن يكون هو برضه بعض الاخطاء لما انا بتكلم في العموم يعني حروف القران لها مخرج في الفم يعني مثلا ايه انا لما اجي احرك حرف الصاد الطبيعي يكون كده اقول ص لو فردت شويه كده هيبقى سين قلت سي او سا لو ابتسمت هيبقى سين ولو كده يعني بقبله كده اقول ايه ص فانا عايز بس اقول للمشاهد حاجه ان هو يبص الفك بتاعه في المرايه حتى بس بلاش حكايه المرايه دي الله يكرمك عشان في ناس بلاش المرايه تتبنى موضوع المرايه ده فخلينا خلينا بلاش المرايه. طيب هندي مثال لان في واحد قال لي انا اتجننت قبل كده الشيخ قال لي هو مسك مرايه وبص فيها فقال لك مرايه صغيره قد كده لا انا مرايه الدولاب قدامي وهبص قاعد يعمل كده بقه فلقى
اول ما تحركش شفايفك خالص. طب انا عايز اقول مثلا ايه، لو واحد بيقول مثلا ايه والله يحب الشاكرين، لو قالها شاه هيطلع من الاشكال. لو الفك بتاعه اتحرك غلط، لو قالها شاه والله يحب الشاكرين، أيوة. يبقى هو كده الفك هنا برضو بيساعد على ايه، على المخرج. يعني حضرتك عايز تقول ان الفرق بين التفخيم والترقيق في هيئه شفتيه. لا ده من ضمن الامور يعني. ان يعني مثلا انا لما اجي اقول مثلا ايه من فرعون وبس ليه تعقيب بس كمان بتوع اللي بيقروا تجويد كده ممكن يقول لك مين فرعون لحد بكره. يعني مرجع الحركات عشان المقام بس. انا مش عايز طبعا كده. نعم. انا عايزه بيقرا مجود او مرتل الغنه حركتين. تمام. فهو بيقول لي ايه مين فرعون، ايه اللي انت بتقوله ده، خرجنا عن جو الايه. طيب فانا عايز اقول يا شيخ يعني مثلا ايه، انا بقول مين فرعون في، فلو ما عرفش ان الفاء تطلع كده ف هيقولها فا. نعم. والشين هيقولها بدل ما يقولها شين شا هيقولها شا. فانا عايز اقول ان حركه الفم تساعد القارئ على ضبط الايه المخرج سواء في التفخيم او في الترقيق. والحروف كلها طبعا زي ما تفضل اخونا يعني قال يعني من ضمن الحروف المفخمه خص صديق تنقض، دول 7 حروف. تمام. فاضيف بقى اضافه ان لام لفظ الجلاله لها حالتين، لها حالتين تفخيم وترقيق. اذا كان قبلها مكسور فهي ايه ترق، لقوله تعالى ولما يعلم الله. تمام. بسم الله الرحمن. تمام. اما اذا كان قبلها مفتوح او مضموم فهي ايه فتفخم او ودئ بها، واذا ودئ بها تفخم ايضا. نعم. لان نبدا بهمزه مفتوحه. نعم. لكن عايز اقول ايه ان الحروف اما تفخيم واما ايه ترقيق ما عدا حرفين. خليهم 3. طيب نخليها عليك. طيب اتفضل. خليهم 3. اتفضل. الراء واللام والالف الماديه. نعم. تمام. نعم. الالف اللي ما قبلها. تمام. يعني انا مثلا بقول والله يحب الصابرين اقول ايه الصابرين، مش كده اصلا. انا اظن ان هي حكمها انها تبقى كده. لان بتفخم مكتر اللي كان فاتك بتفخم تبع اللي ما جاء بعدها. طيب لما قبلها لما جاء قبلها. انا عايز اقول حاجه ان الحروف هتنقسم لقسمين في الاخر. اما مفخمه واما ايه ما عدا لام لفظ الجلاله وما عدا ايه الراء. الراء ليها 3 احكام طبعا. لو كانت ساكنه هتفخم، لو كانت مكسوره هترقق، لو كانت مضمومه او مفتوحه هتفخم. يعني لا بس ده الموضوع ده بحث. لو اتكلمنا على تفخيم الراء ليها 8 حالات في التفخيم و6 حالات في الترقيق. لا انا بتكلم كلام هندخل في كلام اجاز وعموم ان يعني اذا كان المقام يسمح يعني. لا انا اقصد اقول ان احنا يعني ايه بفضل الله تعالى كده تقريبا احنا تكلمنا عن التفخيم والترقيق بشكل كده يعني كبير. بس عايز اقول حاجه بس ان هو لازم القارئ ينظر الى حركه الفك. وليس بينه وبين تركه الا رياضه تمري ان بفكه. حركه الفك مهمه جدا كما قال ابن الجزري. نعم. نعم. يعني ما بقاش مثلا واحد بيقول صا ويقول لي ايه سا والله يحب السابرين. يعني برضه بتتكلم في موضوع الهيئه، يعني هيئه الفك. ما هو الفك الشفتين. لابد. الفك والشفتين. وحاجه ثانيه ان هو لابد ان الحرف اذا كان في حرف غنه وجاء بعده مفخم الغنه تتبع الحرف في التفخيم والترقيق. يعني مثلا انا عايز اقول من فرعون ما اقولش من فرعون، اقول من فرعون. يعني احاول اخلي الغنه تناسب الايه. يبقى الغنه يعني شيخ حسين يقول كما قال الشيخ السمنودي نعم. وتتبع ما قبلها الالف والعكس في الغنه اورف. يعني الغنه نعم. تتبع ما بعدها نعم. في التفخيم والترقيق. ناخد اتصال. طيب اتفضل يا شيخ. معانا الحاجه كريمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك حاجه كريمه. لا وانتم بخير. وانتم بخير. اقرا منين ان شاء الله؟ ابداي بقى من بدايه الورد ان شاء الله. من بدايه الورد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بارك الله فيك حاجة كريمة. بارك الله فيك. قراءتك طيبة. ربنا يحفظك. معنا أم وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت طيب يا ابني. وأنتم بخير أم وليد. ربنا يحفظك. ربنا يجعلها سنة سعيدة على أمة المسلمين أجمعين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. طمنا عليكم جميعا يا رب. آمين آمين. أقرأ بعد إذنك. تفضلي حضرتك أكملي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم
للتقوى. 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 أولئك الذين أنا قلوبهم دايما بيقراوها كده قلوبهم قلوبهم هم قلوبهم للتقوى تمام كده لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون تمام ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم حتى تخرج إليهم لكان إليهم دي قراءة ثانية إليهم ها إليهم لكان خير لهم لكان خيرا لهم لكان خير خيرا لهم تمام والله غفور رحيم ما شاء الله عليك يا أم وليد جزاك الله كل خير بتبذلي جهد كبير جدا ربنا يحفظك ربنا يعلمنا وياك ربنا يحفظك معانا الحاجة صابرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيك يا شيخ أشرف. وفيكم الله بارك. الله يحفظكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا أن يصيب قوما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فتبينوا إيه؟ فتبينوا أن يصيب لا أي هي ولا تاء أن تصيب أيوة كده أن تصيب قوما بجهالة بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تمام واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم تمام وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون جميل فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم بارك الله فيك حاجة صبرة والله ما شاء الله أنت وأم وليد ويعني يعني ما شاء الله والحجاج كلهم اللي بتصل علينا يعني في جهد كبير جدا بيبذل والله يعني ده ملحوظ وما شاء الله ما شاء الله وده النم فإنما ينم عن حب للقرآن صلى الله يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن نكون جميعا من أهل القرآن معنا اتصال أستاذ دعاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أستاذ دعاء إن شاء الله أقرأ منين؟ اقرأي من بداية الورد إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ساكن الشين وأنتم لا تشعرون بارك الله فيك استاذ فيك الله بارك أم إيمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك
اهلا بحضرتك، كل عام وانتم الى الله اقرب يا رب. امين. والامه الاسلاميه منصوره ان شاء الله على اليهود الغاصبين يا رب العرش العظيم. باذن الله باذن الله ربنا ينتقم منهم يا رب. امين امين امين. ان شاء الله من سوره الحجرات. ان شاء الله باذن الله تعالى. من اول الصوره؟ لا، من اول بقى. ان الذين يغضون الآية الثالثة إن شاء الله. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند. خد بالك ما تقوليش أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله. خد بالك امتحن الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. الله قلوبهم للتقوى. قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون. يعقلون بقى. أكثرهم لا يعقلون. أنا عايز بس حضرتك أم إيمان خدي نفسك. أنا بس أنت عشان الآن بس. تعبانة شوية. ربنا يبارك فيك يا رب. شفاك الله وعافاك. صلى الله العظيم والعرش الكريم أن يشفيك. جزاك الله خير. ربنا يبارك في عمرك وبارك لك في علمك يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. انت ما شاء الله عليك ام ايمان تابعينا كتير ما شاء الله عليكي، واستجابتك طيبه جدا جدا في القراءه. بس عايز برضه ادي تنويه كده، يمكن الشيخ حسين عايز يقوله، ناخد بالنا من التشكيل. ايوه، عشان التشكيل ده يغير معاني. ربما يعني ينقلب المفعول به الى فاعل، والفاعل الى مفعول به، فالامر محتاج مننا الى تحري. انا عارف ان اللي بيقرا مش قصده ان هو يقع في تغيير حركات وحركات اعراب، خاصه حركات الاعراب، لكن احنا بنتعلم وكلنا بنتعلم وهنفضل نتعلم لحد لما زي كما قال الإمام أحمد، من المحبرة مع المحبرة إلى المقبرة. معنا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم بخير. وأنتم بخير أبو محمد. ممكن أقرأ؟ اتفضل. تدفع الأول؟ صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. بارك الله فيك أبو محمد، صوتك قوي كده ما شاء الله، بس خد بالك القلقلة محتاجة مننا التمكين لإيه؟ هزة في المخرج كده، تاج زي ما كان بيقول الشيخ أحمد. مش هقدر أعدي دي. مش هقدر أعدي دي. الوقفة دي هنا عملت إشكال. أولئك الذين امتحن الله. أولاً هنا طبعا انا عايز اقول حاجه، يعني الوقفه دي عملت اشكال في الايه في المعنى. فانا كنت ارجو ان هو يقول اولئك الذين امتحن الله قلوبهم ويقف على الله. لا لا، لو قال الله بقى خلاص هو فاعل خلاص يقف، بس ما ينفعش يقف بحركه.
انا قصدي كلام لا قصدي ولكن لازم تحن الله قلوبهم مثلا لكن عشان ما ينفعش نقل بحركه لا مش على الحركه قصدي عفوا في الكلام عفوا لا تؤاخذني يعني قصدي يعني يقف على قلوبهم عشان كده عملت ايه عملت اشكال اولئك الذين امتحن الله يعني انت عايز تقول مثلا يعني يشبه الكلام دوت لان الحركه مش باينه في 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 اسم الجلاله فوقف عملت اشكال كان هناك من امتحن الله هذا كلام اصلا لا 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 بس بس هو النفس بس جزاكم الله خير هو النفس بس يعني نفس يعني نلتبس الاعذار لان ممكن ضيق النفس يجعلني اقف في موضع لكن هم ابدا منين بعد كده انا عايز بقى يقولها وهو بيموت يعني يقول لي لا يموت ايه بس يعني قصدي ايه مش قصدي يموت يعني يقولها وهو بايه يعني يقولها باي طريقه اولئك الذين امتحن الله قلوبهم يقولها حتى هو بيطلع كده ايه بالعافيه ليه لان هنا الايه دي الوقف عليها عمل اشكال يعني احنا هنتفق على حاجه ان العلماء قسموا الوقف الى اقسام منها الوقف الاضطراري نعم فهو رجل يعني مضطر جزاك الله خير بارك الله فيك ربنا يحفظك معنا وقت قد ايه يا بطريق ايه ده خلاص كده كان اخر اتصال ابو محمد ماشي يا حبيبي ربنا يبارك فيك عايز ايه يا شيخ احمد تلاوه ها تلاوه بس تلاوه ماشي. مش مجود ماشي يعني الشيخ احمد نقرودي هيقرا مجود لا مجود لا في يعني مرتل ان شاء الله ماشي مرتل ان شاء الله والشيخ حسين يختم لنا بالدعاء ان شاء الله الله يبارك فيك اتفضل يا شيخ دقيقه ونصف شيخ احمد ماشي اتفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بارك الله فيك يا احمد برضه خليتها بين المرتل والمجود يعني ما شاء الله عليك لا ما شاء الله ربنا يبارك له يعني لا ما شاء الله هو اداؤه طيب وصوته جميل واختيار موفق كمان والله يعني ربنا يبارك فيه يعني يتناسب مع يعني ما نحن فيه دعاء بقى شيخنا الشيخ حسين دعاء ان شاء الله بقى للامه الاسلاميه ودعاء على اليهود نعم تفضل اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حين الرضا ولك الحمد أبدا أبدا اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك ولا تخزنا بين خلقك ولا تخزنا يوم العرض عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد
اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا وأخواتنا الذين يقتلون في كل مكان. آمين. اللهم إنا نستغيث بك فأغثهم، ونستجير بك فأجرهم، ونستنصر بك فانصرهم. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم، وفك أسرهم. اللهم اقبل شهداءهم، اللهم ارحم أمواتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم ألف بين قلوبهم قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. لو أنفقنا ما في الأرض جميعا ما ألفنا بين قلوبهم فألف بين قلوبهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم صوب أسلحتهم إلى صدورهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، واجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم اجعل الدائرة عليهم أجمعين. اللهم انتقم منهم يا منتقم. آمين يا رب العالمين. اللهم انتقم منهم يا منتقم. آمين. اللهم ارحماك بأخواتنا على أرض سوريا. آمين. اللهم احفظ عوراتهم. آمين. وآمن روعاتهم. آمين. اللهم انتقم من هذا الطاغية. آمين. جمد الدماء في عروقه. آمين. صوب سلاحه إلى صدره. آمين. اللهم وحد أمة حبيبك بك صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات، وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. تفصل من شوية صح؟ جزاك الله خيرا شيخ حسين، الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك. يعني في نهاية الحلقة بشكر ضيفي في الاستوديو الشيخ أحمد نقرودي، بارك الله فيك، والشيخ حسين العربي، بارك الله فيك، بارك الله فيكما وجزاكما الله عني خيرا. وإن شاء الله ألتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء يوم الأحد القادم قبل هذا الموعد بساعة. طبعا أشكر وصولكم أعزائي المشاهدين، وأشكر قبل الختام فريق العمل في برنامج اقرأ وارتقي، عمالين بيقولوا لي خلص عشان كده مستعجل، وعلى رأس فريق العمل مخرجنا محمد البطريق وفريق العمل معه، جزاه والله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتقي بالقرآن وانعم بالنور الرباني، رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني. اقرأ وارتقي بالقرآن، اقرأ وتمسك بالرحمة، فالرحمة بستان الحكمة. انصت